يمكن في الساعات اللي فاتت كان في حديث وكلام كتير قوي تداول خلال الساعات اللي فاتت تحديدا عن الغواصة السياحية المفقودة في محيط الأطلسي اللي على متنها 5 من السائحين، وكانت الغواصة دي المفروض يعني الغواصة بتسمى بتايتن، وكانت يعني بتغوص للفرجة أو لمشاهدة حطام السفينة تايتانيك، لكن للأسف تم فقدان هذه السفينة وفي حالة من هذه الغواصة وفي حالة من حالات السباق مع الزمن لفريق البحث المكثف اللي بيتابع تداعيات الموقف المكون من فرنسا وأمريكا وكندا أيضا. جمال، بكل تأكيد يا أحمد، الحقيقة أنه يمكن منذ وقت غرق سفينة تايتانيك تقريبا كان عام 1912، ما زالت هذه السفينة كده بيدور حولها الغموض والإثارة وفضول العالم كله. ويمكن دلوقتي كمان وإحنا في 2023 قصة أخرى وغموض آخر لهذه الغواصة تايتان اللي ذهبت لاكتشاف حطام سفينة تايتانيك على متنها 5 من أغنياء العالم. صحيح. على حسب كل التقارير أن هذه الغواصة ليست المرة الأولى لها لاكتشاف هذه الحطام، وأيضا يقال أنها تجاوزت أيضا السلامة والأمان. إيه الحكاية بالضبط؟ ده اللي نعرفه من رامي الأمير القبطان بحري بالهيئة الاستشارية للنقابة العامة لضباط الملاحة البحرية. صباح الخير على حضرتك وأهلا بك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتكم؟ اهلا، صباح الخير يا سياده القبطان. يعني حتى الان يا فندم مفيش اخبار تذكر عن هذه الغواصه، يمكن اخر اخبار انه تم سماع ضوضاء عن طريق الاجهزه طبعا المتقدمه والتكنولوجيا في قاع البحر، وهو ده اخر حاجه قدرنا ان احنا نوصل لها. عايز اعرف من حضرتك هذه الضوضاء معناها ايه، وحتى الآن إيه الأسباب المتوقعة لاختفاء هذه الغواصة تايتان؟ تمام، بالنسبة للضوضاء اللي ظهرت على جهاز السونار دي ما بتحددش، دي عبارة عن نبضات، ما بتحددش يعني السورس بتاعها بيبقى بالضبط عبارة عن إيه. نعم. وبرضو علشان حضرتك تبقى عارفة، ده المحيط مش البحر، فالأعماق فيه بتبقى عالية جدا، أعماق كبيرة جدا، يعني تقريبا الغواصة بتتكلم عن 4000 متر تقريبا. تقريبا يعني 4 كيلو متر يعني تقريبا. فطبعا المنطقة أو الأريا اللي هم بيعملوا فيها دايفنج ده اسمه دايفنج حر. فدي طبعا بتبقى منطقة لازم يعني بتاخد بريكوشن وحاجات احتياطات كتير قبل ما يفكروا. سيادة القبطان، سيادة القبطان، هو لحظة بس هنا للاستفسار. هو الغواصة بتنزل لفرجة الخمس سياح اللي موجودين على متنها، وبحسب معلوماتي الرحلة بتتكلف تقريبا 250 ألف دولار للفرد اللي موجود عليها، بتنزل للفرجة على حطام السفينة تايتانيك من خلال الغواصة، ولا بينزلوا يعملوا دايفنج؟ يعني هم بيخرجوا من الغواصة؟ هي بتبقى غواصة صغيرة، مش زي الغواصات اللي احنا عارفينها اللي هي الكبيرة الحربي، لا دي بتبقى حاجة زي النزهة للترفيه. نعم. دي عبارة عن زي كبسولة كده، زي اللي هي بتبقى موجودة في الشرم وفي الغردقة، اللي هي بتنزل بدهوت تعمل دايفنج. دي بالظبط عبارة عن إزاز تفرج على الصورة من وانت جوه الغواصة، يعني ما بيطلعوش. نعم، ما بيخرجش. نعم. لا لا لا، دي عبارة عن كبسولة ومقفولة لها ضغط معين من الهواء لازم يخش الرئة، يعني فيها حسابات كده يعني. نعم. مش أي حاجة علشان خاطر حركة الانقباض بتاعة الدم في الرئة ما يحصلهاش يعني أي انفكشن ولا أي حاجة. دي حاجة. الحاجة التانية، دي الرحلة دي معمولة أساسا للنزل زي ما احنا قلنا والاستكشاف، وكان فعلا على متنها 5 افراد من ضمنهم يعني واحد سير فرنساوي، يعتبر اول واحد عمل دايفنج في المنطقه دي بعد اكتشاف سفينه تايتانيك. نعم. الكلام ده سنه حاجه و80 كده تقريبا، مش فاكر اسمه، هو فرنسي، من ضمن الناس المختفيين الخمس افراد اللي هم اللي موجودين على متن هذه الغواصه.
في الكرو ده. نعم. فهي بتبقى عباره عن ابحاث يعني بياخدوها في الاول ابحاث نزهه ترفيه. نعم. طيب يا فندم طيب خليني طبعا اسال حضرتك سؤال، يعني على مدار السنين اللي فاتت او حسب اسطوره سفينه تايتانيك انه هذه المنطقه تحديدا في المحيط الاطلسي هي منطقه خطره، ولكن على جانب اخر دي مش اول مره لسفينه تايتان ان هي تغوص في نفس المنطقه ومش اول رحله من هذا النوع، فاحنا اي السيناريوهات اقرب؟ يعني هل هي فعلا منطقه خطر ولا هل يجوز انه حصل عطل فني في هذه الغواصه؟ كل الريزونز كل الريزونز وارده، بس المنطقه دي بتمتاز بالتيارات مائيه شديده جدا، فيها برضو مجال مغناطيسي، مش عايزين برضو نسيب موضوع المجال المغناطيسي ده، ده برضو بيبقى عليه عامل اساسي، يعني ممكن حاجات كتير او احتمالات كتير غير التيارات المائيه او غير المجال المغناطيسي او غير مركز بيبقى سنتر كده، اي حاجه بتخش جواه ممكن زي ما احنا كنا بنسمع عن مثلث برمودا، يعني دي جاذبيه يعني. يعني يا فندم بيبقى ليها مسارات معينه مثلا ولا ولا هي بتبقى حسب بقى الظروف اللي بتبقى موجوده مثلا في اعماق المحيط وقتها؟ هي يعني يمكن تجنب مثلا التيارات دي ولا لا؟ هي التيارات دي طبعا بيبقى فيه خريطه كنويه بتدي كل اريا وكل زون في السنه خريطه تشمل العالم كلها، بس طبعا مهما كان ما تبقاش اكيوريت 100%. نعم. يعني برضو مهما كان بتدي بريدكشن تنبؤات وتمام وكله، بس برضو ما تبقاش 100%. حتى انه بيقال احيانا انه السفر الفضاء وانقاذ اشخاص على الفضاء هو اسهل من الانقاذ في هذا الموقف، يقال هذا، مش عارفه طبعا راي حضرتك ايه في النقطه دي. لا هو فعلا البحر عامه يعني السلامه فيه ممكن تبقى يعني لو اتبعت صح ممكن نقلل المخاطر. نعم. بنسبه 90%. لو اتبعنا كل الحاجات اللي هي صدراها المنظمه البحريه الدوليه اللي هي الاي ام او الانترناشونال ماريتايم اورجانيزيشن. نعم. فدي بتدي برضه بريكوشنات واحتياطات، ولازم الناس أو قبل اي حاجه طبعا لازم يقول لك حضرتك سيفتي فيرست، يعني السلامه اولا. السلامه اولا في البحر ده قانون. طيب سيادة القبطان خلينا نتكلم دلوقتي على فكرة السيناريوهات المحتملة، يعني احنا بنتكلم على ساعات وحبس الأنفاس لكل الدول اللي يمكن على متن هذه الغواصة تحديدا، يعني أشخاص تابعين ليها، بنتكلم على فرنسا، بنتكلم على أمريكا، بنتكلم على كندا، وهي فريق البحث المشكل بمعاونة أيضا شركات أخرى أجنبية. إيه السيناريو المتوقع خلال الساعات القادمة؟ وبرضو سؤال تاني ملح وبيتبادر للأذهان، إيه أكبر وقت ممكن يفضل فيه الشخص تحت أعماق البحار في غواصة؟ يعني هل الرئة بتستحمل مدة معينة؟ لأن حضرتك في كلامك في الأول قلت إن فكرة ضغط هواء معين داخل هذه الغواصة. تمام. هي الغواصة أساسا بتبقى مجهزة بالكام فترة إن الإنسان يفضل بعيد عن أي مؤثرات خارجية إن هو عايش جواها. نعم. وعلى حسب ما أنا سمعت إن الغواصة دي مجهزة إنها تاخد 96 ساعة. يعني تفضل كده الإنسان عايش جواها 96 ساعة، وتكفي خمس أشخاص من أكل لشرب. نعم. لأدوية معينة، لحاجات أكل معين طبعًا وشرب معين، مواعيد معينة. فالغواصة دي مجهزة إنها 96 ساعة إن الإنسان يقعد جواها من غير يعني أي حاجة فيه يحصل له فقدان. يعني بنتكلم على ساعات معدودة دلوقتي، يعني تكاد تكون هي المتبقية. ما هي دي اخر الساعات اللي الواحد يعني حاطط فيها هوب امل ان مثلا ان شاء الله يبقى فيها عطل فني فعلا. يبقى فيها، لان خلي بال حضرتك برضه دي بتتحكم، يعني من ضمن الغواصه دي ان الاوبشن بتاعها انها بتتحكم زي الجويستيك كده من على بعد. يعني المفروض انه حسب الروايات حتى الان يا فندم ان هي انفصلت عن السفينه الام
او السفينه التابعه ليها، وانه ما فيش اي اخبار عنها. لكن كمان يمكن في ظاهره احنا نسمع كلنا عن ظاهره الانفجار، لكن ظاهره الانفجار ايه هذه الظاهره يا فندم، وامتى ممكن تحصل، وهل ممكن انه تكون غواصه تايتن تعرضت لهذه الظاهره، او ايه المتوقع ان يكون حصل واحنا بنتكلم عن اختفاء، وحسب التقارير ايضا انه يمكن الساعات المتبقيه حتى يوم الخميس اللي هو بكره تقريبا. تمام، هو علشان اي او عفوا النهارده الخميس، اي سب مارين، اي غواصه يعني علشان تنفجر ما بتنفجرش كده بسهوله، لازم يبقى في عده عوامل وهي اللي بتأدي الموضوع ده. دي حاجة. الحاجة الثانية من يعني من الصعب قوي ان الغواصة بالناس اللي فيها دي، الثقل اللي هي فيها، ثقل مادي ومعنوي وكل حاجة وأبحاث، يعني ان هم هيضحوا كده مثلا وما يبقاش فيها حتى السلامة أولا، أو يتجنبوا حتة الإكسبلوجن دي. هي يعني اعتقادي ان هي نظرا للظروف الجويه والبحريه طبعا، وارد جدا ان الكونكشن اتقطع بتاع السيجنال اللي هي موجات الراديو، موجات اللاسلكي، موجات السونار. وارد يعني دي حاجه وارده، حتى واحنا شغالين في البحر وارد ان اي كيبل يتقطع او اي انتنة، وارد حاجات بتحصل. طب سياده يعني اقتنع اخيرا وسريعا جدا، بعيدا عن السيناريوهات اللي ممكن تكون حصلت واللي هتبان خلال الساعات القادمه، اخيرا بالنسبه للاشخاص اللي علمتنا هذه الغواصه، توقعات حضرتك او راي حضرتك ايه الوضع دلوقتي، حسب طبعا يعني حسب دراسه حضرتك وحسب مجال حضرتك؟ هما دلوقتي زي ما قلت لحضرتك، هي السب مارين دي مجهزه 96 ساعه ان هما يفضلوا فيها، وتقريبا كده عدى 4 ايام من ساعه الوقوع. يعني احنا في زي ما احنا قلنا قبل كده في يعني الساعات الاخيره. احنا بنتوقع يعني طبعا دي كلها مجرد توقعات وتكهنات، لكن بنأمل ان الساعات القادمه تحمل لنا الكثير من المفاجآت، ونقدر ان شاء الله ان احنا نعثر على هذه الغواصه، ونطمئن ايضا على سلامه الخمس سائحين المتواجدين على متن هذه الغواصه. بنشكر حضرتك القبطان رامي الامير، القبطان البحري بالهيئه الهندسيه الاستشاريه للنقابه العامه لضباط الملاحه البحريه.